صراحه اكيد ماكو مشكله تصير الا اكو خلاف عليه. يعني اكيد اكو على هاي كل قصه من هذه القصص اكو وجهه نظر هنا تقول هيك. اللي معني بالقصه هو رئيس الوزراء. يعني الان رئيس الوزراء ما اخذ زخم كافي، ما اخذ تأييد كافي، ما اخذ تخويل كافي، لانه ياخذ زمام المبادره ويروح للمشاكل بشكل مباشر. هسه احنا ما نقول اليوم المشاكل تنحل كلها بيوم واحد، ولا نقول بقرار واحد، ولا نقول بخطوه واحده، لكن نقول اذا بدا بهذه المشاكل اللي هي اليوم جاي تنعكس بشكل سلبي على المجتمع وعلى ثقافته وعلى اجياله، انه اذا باشر اليوم بحلولها الفرصه مؤاتيه جدا. هو الحل بيد رئيس الوزراء استاذ فيصل؟ 100% هذه الملفات 100% الحل بيد رئيس الوزراء، لانه هو بيد زمام المبادره. اكيد راح يعترض علي طرف، اكيد انا راح مثلا هو يبدا يقول احل النازحين بصلاح الدين، اقول لا احلها بجرف الصخر. هو يعني ممكن انا اعترض على قصه، الاخ يعترض على قصه، الكتله الفلانيه تعترض، لكن بالنتيجه هو من يحدد وين يبدا. يعني هو من يحدد 40 حلها بيد رئيس الوزراء، كل المشاكل رئيس الوزراء المعني بحلها. لانه قلت لك اي خطوه اليوم اذا يريد يقول 140، اذا يريد يروح يسوي احصاء لمنطقه معينه، او يروح يسوي تعويض لمنطقه، او يروح يسوي استفتاء، هو صاحب القرار. لكن اقول ما راح ياخذ اجماع على كل قصه، يعني ماكو راح كل ما يروح بقصه اكو اجماع، اكو واحد راح يعترض هنا، اكو واحد راح يرفض هاي، لكن هو اللي يذهب الى المناطق الوسط. لكن هي حكومه توافق صافي، وان كان التوافق لا يعني الاجماع، التوافق يعني تجيب الأمور إلى منطقة وسط.